مرحبا ناس، كيف حالك؟ أنا من المعجبين كتير كتير ببرنامجك، وعلى طول بتابعه وعلى طول بعمل له شير. فكرتي هي هيك، بما أنه أنا معلمة 34 سنة، علمت كبار، علمت صغار، علمت جامعيين، علمت أطفال، علمت عرب، علمت يهود، فلقيت كتير التنوع الثقافي والتربوي والفولكلوري كتير موجود بين العالم. فقلت شو ممكن أنه نوسع أفاق العالم عن طريق أنه أخد مثل شعبي، أو أخد طريقة تعامل أو عادي اجتماعية موجودة بين الناس، أجي أربطها مع نظرية بالسوسيولوجي مثلا، وأصير أقارن كيف إنه في شعوب مختلفة بتتعامل حسب هاي النظرية بدون ما يكونوا عارفين عنا هاي النظرية. وبهذا الشكل أنا بوصل الفكرة اللي هي النظرية الكبيرة، النظرية الأكاديمية، بوصلها بطريقة مبسطة إلى الإنسان البسيط. طبعا لازم أعمل دراسات وإلى آخره، وأنا بفكر إنه البلاتفورم تبعك هو البلاتفورم المناسب. فشو رأيك؟